مهنة المحاماة أصبحت مستهدفة من قبل الحكومة، لا أعرف لماذا. للأسف أن المحامي والمحاماة هي مهنة نبيلة، هي مهنة حقوقية. المحامي دائما يتولى الدفاع عن المواطنين قبل الدفاع عن نفسه. فخدم هذا أولا كان جواز تلقيح، الآن قانون المهنة اللي الوزارة العدل ما خدتش بعين الاعتبار المشاركة المقاربة التشاركية للسادة النقباء، الجمعية المحامين بالمغرب، الجمعية العمومية للسادة السيدات المحاميات والمحامون. للأسف هيئة المحامين كانت عندنا مقترحات، كانت توصيات، كانت أفكار مجموعة ديال المحاميات والمحامين من سنة 2013 إلى الحين، كانت ندوات وطنية، كانت مؤتمرات فيها توصيات. للأسف وزارة العدل ما خدتش بهذا الشيء بعين الاعتبار، بل الوزير العدل خد الرأي نفسه وخد لأنه هو محامي فهو قد على القانون المهنة وقد أنه يعرف أشنو مهنة المحامة. رفع طبقات، ما كانش الغني والفقير، كان متوسط، وكان حتى مهنة المحامة فيها من الطبقات، لأن ماشي كل شيء عنده الفلوس وماشي كل شيء ما عندوش. وبالتالي السيد الوزير ما يمكنش يكون عارف المشاكل كاملة ديال الطبقة المتوسطة ولا الطبقة ديال المحامون الشباب اللي يلاه طالعين الزملاء المتمرنين. يعني كاين طبقات في المحاماة، وبالتالي كاين بزاف ديال الإكراهات، واللي للأسف أن وزير العدل ما خداش بعين الاعتبار. كاين قانون ديال الضريبة اللي للأسف أنه غادي يقتطعوا من المنبع ويقتطعوا التسبيق ديال الدخل. أنا كمحامية باقي ما خديتش الأتعاب ديالي من عند الموكيل، كيفاش بغات الدولة تقتطع ليا من 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 المنبع وتقتطع ليا التسبيق ديال الأتعاب؟ أنا مازال ما واخداش الأتعاب باش تقتطع ليا أنت من الأتعاب. كاين ممكن أن الملف يدار فيه رفض طلب، والموكيل ممكن ما يعطيكش الأتعاب ديالك، إذا أشنو الاستفادة ديالي؟ ممكن أن السيدة عندها ملف ديال النفقة واللي هي موفى من الرسوم القضائية، وممكن أن الحالة الاجتماعية ديالها ضعيفة، وممكن أنك داك الملف أنت اللي تصرف عليه. انتحال المهنة، احنا كنا ولاد الشعب، ما يمكنش احنا اننا نقاطعوا المجتمع ولا نقاطعوا الطلبه ديال الحقوق ونقولوا لهم لا ما تجيوش. لا، احنا ماشي كنقولوا ما تجيوش، احنا كنقولوا للدوله وفي بالوعود ديالك. وزاره العدل قالت ان غادي تنشا واحد المعهد، اللي هذاك المعهد راه غير كافي بالنسبه للمحامي المتمرن اللي ما كاينش فرص ديال العمل، لان كاين قانون مسطره المدنيه وكاين قانون مسطره الجنائيه. راه كتحيد ليا من هذا اليد وكتعطيني بهذا اليد، راه للاسف كاين مجموعه ديال الاكراهات. وبالتالي حنا باش نعمروا المهنه، وحنا اصلا حنا عارفين داك المحامي المتمرن ملي غادي يجي راه ما كاينش الارضيات العمل، ما كاينش الملفات اللي غادي يخدم فيهم. احنا هاي الضريبه ملي غتولي تخلص، انت شحال هاد الملف غادي تشد فيه؟ اذا على هاد حساب انا خصني الملف ديال الطلاق نولي نشدو 15000 درهم باش نخلص فيه الضريبه ونخلص المصاريف ونخلص المفوض القضائي ونخلص مجموعه ديال الامور. واش المواطن المغربي قادر انه يخلص الاتعاب ديال المحامي 15000 درهم ديال ملف نفقه ولا ملف طلاق؟ لا اظن. ان مهنه المحاماه فعلا مستهدفه انطلاقا من ثلاث نقاط اساسيه. النقطه الاولى تتعلق اولا بعدم اشراك المحامين في مسوده مشروع قانون مهنه المحاماه، والتي تم تسريبها بشكل مريب لاول مره في تاريخ المغرب بهذا الشكل، والتي تتضمن مجموعه من المقتضيات التي يمكن القول على انها رجعيه في علاقه بمهنه المحاماه. كان من المفترض ان يتم العمل على المسوده بشكل تشاركي، خصوصا انها ستطبق من حيث الاصل على الساده المحامون والمحاميات. لذلك هذه النقطة الأولى التي شكلت يعني نقطة فارقة في علاقة بوزارة العدل. النقطة الثانية وهي المتعلقة بالضرائب، لاحظنا مؤخرا يعني طرح مجموعة من المقتضيات على مستوى مشروع قانون المالية، التي تضمن مجموعة من النقاط المرتبطة بالضريبة، والتي ستؤدي لا محالة إلى إقبار مهنة المحاماة، لأنها نظرت لمهنة المحاماة كأنها مقاولة وكأنها شركة، ولم تنظر لها كأنها رسالة إنسانية تؤدي خدمة عمومية يستفيد منها المواطن بالأساس. لذلك كان من المفترض لو تعلق الامر يعني بمصلحه الدوله ان يتم التفكير في فرض ضرائب على الشركات الكبرى مثل شركات المحروقات وغيرها من الشركات التي تستفيد من امتيازات متعدده، وخصوصا ان الكل يعرف اليوم ان هناك موجه غلاء جد 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 كبيره بالمغرب. تساؤلنا مشروع لماذا يستفيد البعض في حين يتم يعني تفقير فئة متوسطة وهي الشعب المغربي. نحن نناضل اليوم من أجل ليس من أجل المحامي، ولكن من أجل ولوج سلس
ومجاني للعدالة للمواطن أساسا وليس للمحامي. ومن شأن هذه الضرائب أن تسقي لكاهل المواطن بشكل يجعله غير قادر على اقتضاء حقوقه أمام القضاء. ولا شك بأن عدم اقتضاء الحقوق أمام القضاء سيشكل انتكاسة حقوقية وقانونية وقضائية في المغرب. نتمنى أن ينتقل لمرحلة جديدة وليس أن يعود لسنوات كان فيها يعني القمع وكان فيها يعني مقتضيات غير قانونية وغير حقوقية. فنقول على أن اليوم مهنة الدفاع مهنة مستهدفة عندما تفرض عليها ضرائب في تغييب تام لخصوصية هذه المهنة باعتبارها رسالة إنسانية، رسالة تدافع عن الحقوق والحريات بالدرجة الأولى عندما تخضع للتضريب. فنقول بأن اليوم العدالة أصبحت يعني مؤدى عنها في هذا الوطن العزيز بغض النظر على الاختلالات التي تشهدها منظومة هذه العدالة. أن اليوم المهنة فعلا هي مستهدفة، يستهدف فيها استقلال هذه المهنة وحصانتها التي تنص عليها عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، في أن معيار استقلال الحكومات هو مدى استقلال المحامين داخل هذه البلدان. وبالتالي نشعر اليوم يعني كدفاع بأن المحاماة اليوم مستهدفة، اليوم مس مباشر بهذه المهنة وبحصانتها واستقلاليتها. محاماة مستهدفة، الأكيد أنها مستهدفة ولا أدل على ذلك من أنه حتى الآن يعني مختلف ممثلي وسائل الإعلام أصبحنا نعرف بعضنا البعض نظرا لكثرة الوقفات وكثرة الاحتجاجات. هذا في حد ذاته دليل على أن هذه المهنة أصبحت مستهدفة بشكل يعني ممنهج. هناك منهجية للإجهاز على مهنة المحاماة، هناك منهجية للقضاء على هذا الحصن الحصين ضد جميع الخراجات الغير محسوبة العواقب لكافة القطاعات الحكومية. هناك خطة ممنهجة للإجهاز على أعراف وتقاليد هذه المهنة من خلال الجواز والكل يعلم حيثياته وكيف انتهى مرورا بالمسودة وطريقة تسريبها في أي دولة في العالم. دولة لا زالت يعني لم تدخل حتى في سكة الدول السائرة في طريق النمو وتحترم نفسها في أدنى درجات احترام، لا يمكن لها أو لمؤسسة في مقام مؤسسة وزارة العدل أن تنهج أساليب تسريب والإعداد في الكواليس لقوانين منظمة لقطاعات حيوية من شأنها أن تجهز على 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 قطاع يعني من أهم أجنحة العدالة في البلاد. بالتالي مثل هذه الخراجات لا يمكن أن تكون هفوات. عندما تتوالى الهفوات هذا أمر لا ينم عن 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 شيء إلا أنه خطة ممنهجة للإجهاز على هذه المهنة. المحامون يعني حافظوا على يعني روحهم النضالية، خرجوا في وقفة الجواز، خرجوا الآن وهم ينددون ويطالبون بإيقاف هذه الهجمات. مطالبنا مطالب واضحة وجلية للعيان. محاولة بعض الجهات تشويش على المطالب العادلة للمحامون ونقل بعض المغالطات للرأي العام، هذه أمور يعني أصبحت متجاوزة. والمواطن المغربي أضحى يمتلك يعني ما يسعفه من ملكات الإدراك والوعي للحسم في مثل هذه الأمور والتمييز والتفريق ما بين المغالطات وما بين الحقائق. مطالبنا عادلة جدا ونأسف ونستغرب في نفس الوقت إلى كون أن من يرأس حكومة العدل هو زميل سابق، والأولى أن يكون هذا الشخص يعني هو ابن الدار والأدرى والأعلم بوضعية شريحة كبيرة من الزميلات والزملاء الذين هم على عتبة الفقر. نقولها بكل أسى وأسف، العديد من المحامون لا يستطيعون حتى توفير يعني أداء واجبات كراء مكاتبهم، لا يستطيعون حتى تشغيل كاتبات أو مساعدين بمكاتبهم. هذه الحقائق لا تنقلها هذه الجهات إلا رأي العام. وبالتالي عندما خرجنا الآن في شكل احتجاجي أولي نعتبر أن هذا شكل يعني يليق بحجم الخطر المحدق بالمهنة.